ايه اللي دفعك للترشح يا دكتور؟ والله هو اولا يمكن العمل المجتمعي، يعني انا نشأت في اسره بتحب العمل المجتمعي، ومن زمان يعني رحمه الله عليه دكتور جمال ماضي والعزايم ووالدي دكتور احمد كان المشاركه دايما في الجمعيات والاعمال الاهليه جزء مهم من العمل الميداني بتاعنا. وزي ما بيبقى في العمل الطبي دايما بنبص على العمل المجتمعي الوقائي. اي انا اشتغلت في من ايام انا في الكليه، انا في كليه الطب اشتغلت مع المجلس القومي للامومه من الطفوله في برنامج اعداد قاده من الناشئ الى الحمايه من المخدرات. وده برنامج يعني برضه انا اعتبره من ضمن البرامج المهمه اللي الدوله قدمتها لحمايه الناشئ من المخدرات، اللي استكمل برضه عمله حاليا للصندوق القومي لعلاج الادمان. البرنامج ده بيقوم على تنميه مهارات الشباب، ما بيبقاش فكره ان انا بدي محاضره عن ايه هو المخدرات او الادمان، لان الناس تقدر عن طريق التواصل وعن طريق المعلومات يقدروا يجيبوا معلومه، لكن الاهم هو بناء الشخصيه. اه طبعا. فالبناء البرنامج كان عباره عن 7 ايام بيبقى التعامل مع الاطفال في المدارس، الهدف منه هو تدريب قاده من الشباب لمواجهه مشكله المخدرات. بنعلمهم مهارات التواصل، بنتكلم معاهم في مهارات القياده، بنتكلم معاهم في مهارات حل المشكلات، بنتكلم معاهم في التعامل في مجموعات، نتكلم معاهم ازاي يبقى فيه الرأي والرأي الآخر، بحيث يبدأ عندنا يبقى فيه نموذج شاب. والنموذج ده هو بيبقى حاجة اسمه بنعمل بعد كده بندربهم يبقوا مجموعة جوه المدرسة هي دي اللي مسؤولة عن تدريب الشباب الآخرين، حاجة اسمها بير تو بير انترفنشن، يعني الشباب هو اللي بيوجه بعد كده، لأن أوقات كتيرة المتخصصين لما يقعدوا يتكلموا مع الأجيال الصغيرة بيبقى فيه فجوة كبيرة في التواصل ما بينهم، لكن لما شاب إلى شاب بيبدأ يتواصل يعني بتبقى حاجة ليها قيمتها كبيرة. وأنا ما زلت أتذكر في بداية يعني عملي في التطوع، وده قيمة العمل المجتمعي، إن الإنسان يضيف. أتذكر جيدا كان ولد وكنا في مدرسة، كان مدارس أغلبيتها كان في مدارس في باب الشعرية في الزاوية الحمراء وفي مناطق يمكن فيها يعني بتبقى محتاجة اهتمام ودعم نفسي كبير. أنا فاكر ولد من ضمن الأولاد كان ولد يعني شقي شوية، وكان مهم ان جميع الاطفال يشتركوا، مش بس مثلا لما نيجي يختاروا مجموعه مش بنختار اشطر مجموعه، لا احنا بنختار كله، لان تاهيل النفسي الاجتماعي ده للكل. ممكن واحد يبقى شاطر عنده الامكانيات دي، لكن لو واحد متحرك شويه او نشيط شويه بس عنده بعض السلوكيات ده اكتر واحد محتاج الاهتمام. اتذكر جيدا كان الولد ده شقي في المدرسه وكان عامل يعني، فلما اشترك معانا في البرنامج وكان عنده موهبه متعلقه بالرسم وبدأ يشترك وبدأ يتكلم ويتجاوب وبدأ يبقى عنده المهارات القيادية، وعمل رسومات جميلة جدا للوقاية من الإدمان والمخدرات. ففي يوم من الأيام هو روح البيت وجاي كان والده متحفز جدا. فالولد بيحكي بيقول أنا كنت مع والدي، فهو والده مدخن، فبيقول له انزل هات لي سجاير. فالولد بيقول له الابن بيقول له انا يعني انا بقيت في فريق مكافحه الادمان في المدرسه ومش هنزل اجيب. فوالده افتكره بيهزر يعني مش عاوز يعني بيتعبه يعني. فقال له لا، قال له لا تصدقني بابا انك كذا انت مكافحه ادمان ايه، انا جاي معاك بكره المدرسه اشوف الموضوع. في الحقيقه جه المدرسه واول ما دخل المدرسه لقى الصوره واسم ابنه مكتوب عليها. تغير تام في الشخص ده هو في تعامله مع ابنه، والولد احساسه بنفسه بشخصيته. فده من هنا بدات احس ان العمل المجتمعي والعمل التطوعي ليه اهميه كبيره. ويمكن من هنا ترشح جه، ان اولا ده عمل عام وعمل تطوعي، واللي شايف في نفسه يقدر يضيف حاجه ايجابيه ويقدر يساعد بيها النادي فيه كفاءات كتيره. وانا اقدر اقول ان الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي غنيه باعضائها. لما حضرتك هتبص وهتنزل النادي وهتقابل ناس هتلاقي قامات وهتلاقي ناس عندها خبرات كتيرة. هكلم حضرتك على انطباعاتك على التواصل مع الجمعية، الصورة دي ايه بقى؟ ده كان في مشروع متعلق برضو بحماية النشء من المخدرات، بس كان مع فئات هشة مع أطفال عاملين في منطقة، برضو كان في منطقة باب الشعرية وفي وسط البلد. جبنا الأطفال اللي هم في حاجة، في أطفال فئة هشة في المجتمع.
قدرنا ان احنا بنجيبهم، نقدر نتعامل، لان دول الفئات الهشه دي بيبقى اكثر عرضه للضغوط النفسيه واكثر عرضه للدخول في سكه الادمان والمخدرات. فكيفيه ان احنا نتعامل مع الشباب في للوقايه وتنميه مهاراته الاجتماعيه والحياتيه. المشروع ده كان فيه كمان حاجه مميزه، اللي كان فيه تعامل مع الاسره، كان فيه تدريب على المهارات الابويه والاسريه للاب للاب والام. دول اللي هم بتوع الهوملس ولا لا؟ لا، غير في بيبقى في بعض الاطفال اللي هم بيبقى ليهم بعض الظروف، ممكن في فترات الاجازه بيبقى في عمل او كذا. فدول بيبقى في جزء من طفولتهم بيبقى محتاج الى الدعم النفسي والرعايه النفسيه وتنميه المهارات عشان يقدر نكون، يعني عامل نكون الشخصيه نفسها. من خلال البيئه. فاحنا قدرنا نشتغل مع الاسر ازاي يتعاملوا مع اولادهم بالطريقه النفسيه، ودينا لهم دورات تدريبيه في ده. قدرنا نشتغل مع اصحاب الورش ان ازاي ان انت يبقى عندك طفل ازاي تتعامل معاه بشكل مظبوط علشان تعلمه مهاره في حياته اكتر ما هي تبقى يعني شيء في قسوه او في معامله. لا، لازم يبقى في احتواء ان ده زي ابنك، وان ازاي توفر له عامل الامان والسلامه، وازاي انت حريص على تعليمه، وازاي انت تبقى حريص ان هو يبقى بيباشر حياته بشكل مقبول، ويبقى احنا نقدر نساعده في المهارات الاجتماعيه. ومجموعه الشباب دي هي ساعدناهم، ان كان في اشتراكات في انديه شباب بيطلعوا رحلات، وكان حتى بيشترك معهم اصحاب الورش والاسر اللي موجوده، بحيث يبقى في جزء من التواصل المجتمعي ما بين الناس. اذا الهدف واضح توعوي، ودي كانت صوره في احد ورش العمل اللي احنا بنشتغل فيها مع الاطفال. كان الهدف واضح توعوي يعني. توعوي لان الوقايه خير من العلاج طبعا، والنشاه السليمه ليها دور كبير انها تقي في المستقبل من حاجات كتيره. عندنا تقصير كبير احنا في الجزئيه ديت في التعامل النفسي مع الاطفال حتى. يعني احنا نقدر نقول دايما انا بحبها بالطريقه التحفيزيه، لان انا يعني يمكن في السي في ان انا مدرب في مكتب الامم المتحده في علاج الادمان، في برامج علاج الادمان. جزء منها الارشاد النفسي، جزء منها المقابله التحفيزيه، جزء منها العلاج المعرفي السلوكي. دايما ببص ان احنا محتاجين وعي اكتر وشغل اكتر. احنا ممكن يكون في بعض الاوقات بيبقى عندنا من جوانا عايزين نعمل ده، بس ما عندناش الوعي الكافي ازاي نعمله او الطريق نبقى فيه ازاي. ومن هنا اهميه الوعي. عشان كده اعتقد تركيز فخامه الرئيس على ضروره الوعي طبعا، ومصر داخله معركه مع الوعي، والسيد الرئيس حاطط الجزء النفسي من ضمن الاولويات بتاعته. وطبعا احنا في المستشار للرئيس الدكتور احمد عكاشه استاذنا الكبير طبعا، فمستشار نفسي مع الرئيس ده اهتمام كبير قوي بالجانب النفسي للشخصيه المصريه.